أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها البالغة بلقاء مجموعة من الملهمات في منتدى شباب العالم، وعبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أكدت قرينة الرئيس أن المرأة تثبت دوما قدرتها على النجاح وعبور الصعاب حتى صارت نموذجا للإلهام ليس في مجتمعنا فقط ولكن في كل مجتمعات العالم. وأضافت السيدة انتصار السيسي أن المرأة أثبتت أنها قادرة على تحمل المسؤولية في مختلف المواقع بعزيمتها وقوتها وإصرارها وقبولها التحدي. وقدمت قرينة الرئيس السيسي التحية لكل شابة وامرأة لا سيما نساء مصر قائلة إنه بجهودهن وصبرهن يحيا الوطن.